السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم هو ابحث عما بداخلك ستجد كنوزا كنت تجهلها. ابحث بداخلك واعتزل قليلا، احتضن ذاتك ودللها كطفلة صغيرة خائفة تحتاج إلى الاحتواء. فرغ مشاعرك باستمرار وسترى العجائب في داخلك. نعم، ابحث عما بداخلك ستجد كنوزا كنت تجهلها. لا جدوى للمقاومة، لا جدوى لأن تعبت بمشاعرك، فأنت تجذب ما تقاومه لأنك تغذيه بالمشاعر، فأنت ما تفك به أنت نتيجة أفكارك، أنت ما تعتقده أنت حصيلة اعتقاداتك، أنت ما تختاره أنت خياراتك التي تتبناها، أنت ما تقرره أنت قراراتك اليومية، أنت ما تؤمن به. لهذا يجب عليك أن تبحث عما بداخلك لتجد هذه النقط. نعم، أنت حصاد ما تختاره. نعم، أنت حصاد قراراتك. نعم، أنت حصاد ما تكتشفه. لهذا من الواجب عليك أن تبحث ما في داخلك وما في أعماقك، لأن عندك ينبوع تجهله. نعم، ينبوع من القدرات والمهارات التي وهبك الله بها وأنت تجهله، لأنك لا تؤمن بمهاراتك وبقدراتك. فلهذا يجب عليك أن تبحث في داخلك لكي تجد هذا الكنز الباهر. نعم، إنه كنز باهر يفتقده الإنسان الذي لا يعي بما يملكه من نعم لا تعد ولا تحصى. كيف لك أن تبحث عما بداخلك لتجد هذا الكنز؟ فعليك أولا وقبل كل شيء أن تتصالح مع ذاتك لتعي بهذه الأشياء وبما يوجد بداخلك. يجب عليك أن تثق في نفسك أكثر فأكثر. الثقة في النفس هي الأهم وهي الركيزة لكي تعرف نفسك، لكي تعرف قدراتك، لكي تعرف مهاراتك. إن لم تكن تعرف نفسك فأنت فاقد للثقة في النفس. عندما تفقد الثقة في النفس لا تعي بهذه الأشياء، لا تعي بأنك موجود، لا تعي بأن النجاح حليفك، لا تعي بأن العلم واجبك، لا تعي أنك هداك الله، أن هداك الله من كل نعمه التي لا تعد ولا تحصى. نعم، تكون جاهل بفقدانك للثقة في النفس. لهذا عليك أن تثق في نفسك
وتغير من نمط عيشك ومن معتقداتك وتفكيرك، وإبعادك عن الشيء الذي يضرك، فكن أنت لا تكن غيرك. لكي تكتسب الثقة في النفس يجب عليك أن تكن أنت، أنت من يقرر، وأنت من يختار، وأنت من يلبي لنفسه وليس لغيره كل الرغبات. نعم، أنت لا الآخر. فلهذا أقول لك، ابحث عن ذاتك في ذاتك ببطء لا بسرعة لكي تجد نفسك، ولكي تعرف الكنز الرباني الذي أهداه لك. فدلل نفسك، وارحم نفسك، واشفق على نفسك، لا تقسو عليها، لا تجلد ذاتك، لا تعاتبها، لا تلومها. صادق ذاتك وارحمها لكي تحس بالأمان معك، لأن الذات لها حق عليك، يجب عليك أن تقدرها وتحترمها وتحبها لكي تعطيك أكثر فأكثر، ولكي تساعدك بأن تعي بهذا الكنز. إن قسيت عليها فلن تساعدك، لأنها لا تحس بالأمان معك، ستجلدك وستقسو عليك حتى هي، ستعاملك بنفس المعاملة التي تعطيها إياها. فابحث عن ذاتك بداخلك، في أعماقك، في الينبوع الذي هداك الله إياه، لكي تصل إلى مبتغياتك وإلى أهدافك. عندما تقسو على ما بداخلك سيقسو عليك، وسيجعلك تعيسا، مكتئبا، حزينا. لهذا اترك الحزن والكآبة وتقرب إلى الله، ودائما ذكر بقول الحمد لله والشكر لله، وصاحب نفسك لتجدها دائما معك، لأنها هي السند، وهي المحفز، وهي من ستساعدك، وهي من سترحمك. لا تنتظر الرحمة من البشر، بل انتظر الرحمة من نفسك، لأن هي الدائمة لك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمتم في حفظ الله. تحياتي بلا ضفاف.